كلكم هسه بلا خلي واحد يحكي. اوكي ليش لك خلي البقيه. دكتور، سهولة الجلد داخل الصيدلية أو هيك شيء؟ بعد يعني ست انت دولة حطت لك مادة وحطت لك واحدة داسك جايين احنا ليش؟ فكروا الابعد، فكروا انت من راح تشتغل ايش راح تسوي؟ يعني راح تتخرج ايش راح تحتاج؟ فكروا يعني طولت. اي دكتور، يعني هو نقسم الادويه بالصيدليه، نقول مثلا ادويه الامراض القلبيه، ادويه هيشي، وهاي عندنا هالقد من عندها منتجات، اعداد المنتجات اللي عندنا واسعارها هالقد، وانخفضت ربحنا منها هالقد، خسرنا هالقد. بعد دكتور، حتى لا نسوي CV عليها؟ انتبهوا على شغلة، انت جاي تتعلم شيء، جاي تعرف ليش جاي تتعلمه مو صحيح؟ يعني انت لازم تعرفون السبب، انت لازم تعرف كل مادة جاي هاي تتعلمها ليش وشو تفيدك حتى تحبها حتى تقوي مهاراتك بيها. شوف انت دائما الطالب عنده شغلتين، هاي يعني مو بس طالب، اي واحد اي واحد اذا شايفين اي سي في من تبدي انت رزومي، انتوا كلكم تريدون شنو؟ تخرجون وراه شو تسوون؟ تشتغلون ولا شنو؟ تريد تشتغل ولا شو تسوي انت بعد ما تخرج؟ لو تريد تقعد البيت وراه جابوني نشتغل. تريد تشتغل بنات، اول كلكم تريدون تشتغلون صح ولا تريد تحسن من شغلك ومن بوزيشن مالك، ولا تريد تظل مثل ما انت؟ اكو مينيمم ريكوايرمنت لكل بوزيشن، اكو بوزيشن يقبل اي واحد صيدلاني، اكو بوزيشن لا يريد له واحد صيدلاني خريج مع سكيلز معين وصحيح انت لازم تطور السكيلز مالك بهالموضوع. تلاحظين من تبدون ريزومي هسه انتم راح تشوفوه بعدين، اذا تشوف اي ريزومي تريد تكتب سي في او ريزومي، كل ريزومي تكتب بيها نوعين من السكيلز، اكو شيء اسمه سوفت سكيلز واكو شيء اسمه هارد سكيلز. انتوا لازم تسوون ديفلوب البوث سوفت سكيلز والهارد سكيلز، اكو واحد يعرف شنو السوفت سكيلز، اكو واحد يعرف شنو الهارد سكيلز بالنسبه لك صيدلان عندكم معلومه عن هالشيء؟ يعني انتوا لازم طلاب فهموا وخرجوا من عقليه انا طالب كليه رايح ادرس واخذ محاضره وارجع. اذا تريد تطور نفسك صير حالك حال، شوف الطالب الامريكي كان برا شلون يفكر، الطالب البريطاني شلون يفكر، ترى ما يفكر عندي بدي بس محاضرة ويرجع، فكر عندي محاضرة أنا أريد أخلصها بسرعة كلية حتى أروح أشتغل، من راح أشتغل حيردون من عندي 1 2 3 4 5 6 أنا ذني أعرفهم، ولازم خلال هالفترة أنا لازم أكون مشتغل وماخذ انترنشيب ومدور شغل منه ومشتغل منه حتى من أروح ألقى شغل أوكي زين، بعد فترة ألقى شغل أحسن وأقدر أتطور. يا اما حظل واظل هي هاي يعني الليفل مالي اللي هي ما تقبل اي واحد بشهاده الصيدلانيه مثلا، وها هي انت لازم تشوف شو تريد تصير، اكو سكيلز لازم تحتاجها، اذا انت تريد تصير مانجر لازم اكو سكيلز تخص المانجمنت تحتاج تطورها، اذا انت تريد تشتغل بالكوميرشال وهالامور، اذا انت تريد تشتغل بالريسيرش والديفلوب اكو سكيلز. اوكي هسه الاغلبيه بيكم راح يدورون شغل عن طريق اغلبهم راح يشتغلون لو في صيدليه يبيع له، حيشتغلون بالمندوبين اللي هي بالكوميرشال. احنا هسه بلشنا باول سمستر اعطيناكم سكيلز مثلا هذاك السمستر على باوربوينت شلون تقنعه وشلون تسوي له برزنتيشن وشلون يكون البرزنتيشن مالك هادف وشلون ما تضيع وقتك ووقته صح ولا لا؟ زين هسه انت بعض سكيلز اخرى تحتاج تطورها، اكو عندك سوفت سكيلز وهارد سكيلز، يعني عندك نولج هذا لازم تكون تعرفه اللي هي البيسك الفاندمنتال مال التخصص الصيدلي، هاي المواد الصيدلانيه هاي لازم تعرفها، هاي يعني هاي
اون ديفولت المفروض تجيني انت تعرفها، اذا ما تعرفها معناته اصلا انت لا تصلح. دي هاي موادك العلميه اللي جاي تاخذها والمواد الاساسيه. هاي منتهي من عندها، هاي ما حد يسالك عليها. هاي انت ماخذها وتعرفها، وش اسمه يجوز يسالك على برامجيات معينه في هالموضوع. ف اكو واحد يقدر يقول لي شنو السوفت سكيلز بالنسبه لك كصيدلاني؟ جوجلوها عادي، هسه انتوا جايين تسولفون مو دوبل اي بس دكتور، يعني المهارات الشخصيه الاجتماعيه، يعني كيفيه التعامل مع المرضى. شير بالامتحانات وغش، حتى عيب يعني، والله عيب اخجلاني يعني اشوف صيدلاني ودغش مواد حاسبات، يعني شيم يعني. هذا المواد الرئيسيه ايش راح يسوي؟ بالعموم يعني جوجل، بس انتوا قاعدين بالبيت، جوجل شنو السوفت سكيلز؟ انا اريدك تعرف المهارات. ترى انتم المفروض نهيئكم تخرج تروح تشتغل، مو تقعد، ومو دولة تعينهم. المفروض هذا الملكه شغل يعني، اوكي يلا راح اروح تعين، شو اسوي يعني؟ يعني ترى المفروض اي شكل يصير عمليه، لان التعيين المفروض هذا اقل ليفل يعني، لان هذا اي واحد تقبل تعيين، انت المفروض يكون ابعد من هالشيء. انا ادور بشركه كبيره، ادور بمكان كبير، ادور اطور، بينما اروح اقدم على فد مكان يقبلوني راتبي 3000 4000 دولار، مو راتبي 700000 ما ادري ايش قد. وتعال روح يعني، هاي سكيلز احنا بدنا نهيئ لك اياها من الكليه، نحاول بالوياه يعني. يعني خصوصا ساعد احاول وياكم شيء بينه، اكو سوفت سكيلز واكو هارد سكيلز، لازم تفهموها من هسه وتشتغلون على كل ماده جايه تاخذوها، تعرفون ليش وشلون راح تستفاد من عدم يور كاري، حتى تطور نفسك بيها. حتى ايضا اكو طلبه، يعني احنا كنا ناخذ مواد بالدراسات نتعلم على السوفت ويرات اللي هارد سكيلز تعتبر، نتعلم عليه ونروح نتقن بعض الامور، حتى نقدم، من نقدم على شغل نقول انا اعرف اشتغل على هالسوفت وير، واعرف اشتغل على هالسوفت وير، هم اشتغلوا بروجكت بهالسوفت وير، فيجي يقول اه اوكي هذا خلي اخذ احسن من هذاك خريج، وهذا خريج، هذا يعرف برامجيات، هذاك مجرد مار عليها مرور الكرام ما طور نفسه فيها، هذا لا راح يفضلني. فانت شوف شو تريد، شنو الكارير مالك، شو تريد، شلون تريد مستقبلك يصير، تستفاد عن طريق تفكر انا هالماده اذا اخذها ايش راح استفاد من عندها. هسه قولوا لي شنو السوفت سكيلز؟ دكتور المهارات الاجتماعية. اي شنو هي؟ لا تقولي مهارات اجتماعية، احكي لي، قولي شو السوفت سكيلز مثلا اتعلم الشكل الشكل الشكل، الهارد سكيلز مثلا اتعلم الشكل الشكل الشكل. يعني مثلا التعاون ويا الزملاء بالعمل، او مثلا القيادة، او مثلا حلو حل المشاكل. اي حلو اوكي، اذا تعرف فيهم مصطلحاتهم بالانجليزي بعد افضل يكون بعد. والهارد سكيلز شنو؟ تعلموا هالمصطلحات هاي، عرفوها بالانجليزي وبالعربي، بس تفيدكم، هاي تفيدكم يعني، تحتاجونها. عفوا من تفكير اروح اشتغل بالدوله، يعني فكر ترى منافسه كلش قويه، يجوز عم تتخرج اصلا ما تلاقي شغل بالدوله على هالاعداد المهوله من الخريجين. قادر انت تظل تقول بدنا نحاول بدنا نعلمك احنا وياك، تغير تعب روحك شويه لو تريد. احنا اثنين بدنا نشتغل بارتنر يعني. دكتور مهارات، قول يعني احكي شنو؟ مهارات اللغه بعد. ايه اللغه هم مهارات صحيح. بعد شو عندكم؟ هاي السوفت سكيلز وهاي السوفت سكيلز هالشكل، هارد سكيلز. دكتور يعني هي السوفت سكيلز هي اي مهاره خارج المهنه مالتك، يعني انت الهارد سكيلز لازم تكون متوفره عندك شيء طبيعي هذه. يعني اي طالب صيدله هو عنده هارد سكيلز، بس الفرق لا بينك لا وبين لا لا الطلاب لا الاخرين. لا 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 متوهم، غلط غلط غلط، مو اي طالب صيدله عنده هارد سكيلز. اي طالب صيدله اكسبكتد يعرف واحد اثنين ثلاثه اربعه، بس سكيلز شيء وتعرفه شيء، سكيلز مهارات، النولج والادوكيشن شيء. لهذا بالسي في حاطين شيء اسمه سكيلز وحاطين شيء اسمه ادوكيشن، هذا ادوكيشن تعرفه، هذا انت تعلمته، اوكي انت المفروض تعرف تقرا الدول، المفروض تعرف هذا الدول ما شنو، المفروض دكتور تعرف شنو تركيبه وشلون شلون تشتغل عليه. دكتور الهارد سكيل، نعم دكتور الهارد سكيل يعني هي المهارات اللي نكتسبها احنا، يعني نتعلمها عن طريق مثلا برنامج بالتليفون نتعلم عليه، مثلا برمجة مال حاسبات، مثلا تصميم جيوغرافي او غيرها.
بعد اوكي بعد التيم وورك دكتور، يبغى شنو على السوفت لو هارد تيم وورك سوفت. سوفت سكيلز والهارد سكيلز مثلا problem solving، إنه تحل المشاكل اللي تواجهك، هذه هم تعتبر soft. بعد شوف زين مثلا technical skills كماركتينج في مجال شغلنا. طلاب بس انا اللي يهمني كل واحد يحكي البقيه كلهم بده يسمعهم مو صحيح؟ الاربع تيمو يعني السيشنات البقيه كلكم قاعدين اسمعهم مو؟ من واحد يحكي؟ هذا نسمع دكتور. اي كل يسمع حلو بس حبيت اتاكد ماشي نعم يعني كمل الكمبيوتر سكيلز، احنا كفرد الماركتينج والبرزنتيشنز سكيلز، يعني بالنسبة لهذا الحال هارد سكيلز. السوفت سكيلز مهارات، يعني شيء بيشنس، شيء يخصني أنا، يعني كفطمة ذكاء، إنه أتحمل العمل تحت الضغط، يعني شغلات تميز الفرد هو. يعني شكرا شيء يعني مهم الى شوي. حد الان انت احسن وحده ادق وحده فيهم بعد جوجلوه ترى ما اقول لكم شيء يعني جوجلوه عادي يعني اوكي احنا بنقاش يعني ما تعرفها جوجلها وش تسوي انت الرسمه كنت تحفظها وتفوت بدماغك يعني احسن من ما تكون تلعب جزء غير اشياء او يا مسجات دكتور حماد، بالنسبة للسوفت، إنه الإنسان شلون يعرف يدير وقته، التايم، يعني تايم مانجمنت، و هاي هذا اللي فهمته. اوكي شكرا بعد ترى الموضوع مهم يعني الموضوع مهم تعرف انت وين وش لازم تسوي قبل ما تمشي يعني مثل ما استفاد من العملي مالها، ايش استفاد من النظري، شلون راح تفيدني بالماركتينج، شلون اقدر اطور نفسي مو بس ماركتينج بالكارير مالي. شو اقدر شنو شو احتاج اطور نفسي بيه حتى من اتخرج اروح اقدر القى لي شغل. واشتغل بمكان افضل من غيري. انتم المفروض تشوفون الشركات العالميه مال هنا جايه مال الادويه وشغلات الشركات تصنيع الادويه مو بس التسويق التصنيع والامور جاي تختار ناس. من اللي قاعدين انها شغلون؟ شنو السوفت ويرات اللي شغالين عليها؟ شنو السكيلز اللي يريدوها من عندهم؟ سالتوا روحكم هالسؤال؟ شيكتوا يعني يعني هسه اذا فايز راح تفتح هنا وتدور لك كانديديت ليش انت بيس كانديديت؟ لك واحد يجاوبني يلا جاوبوني هسه فايزر فتحت فرع وتقول انا اريد اعين 200 صيدلاني بس من خريجين الفريش وانتوا اصلا خريجين هالسنه 20,000 ليش حتختاروك من هال 200 يعني؟ فايزر راح تعطيك راتب 5000 دولار والدوله راح تعطيك راتب 500,000. وهنا اسمك فايزر يجوز توديك وتعيشك بامريكا وشوف في اي دوله وهنا حتقعد تنتظر التقاعد. يلا جابوني. ما سالتوا روحكم السؤال؟ بعد المرحله الثانيه يعني بعد لازم تبدي هاي يعني تاخذ طريقك. وبنهايه المرحله الثانيه. شو راح اسوي؟ وعدي تجاوبني ليش راح تختارك؟ إذا أنا أبوايزر إذا راح أقابلك ليش راح أختارك ما راح أختار غيرك؟ قول عندي مهارات دكتور ها اللي هي شنو؟ شهادتك؟ عم يتخرجوا كم ناس اللي يجيك من جامعة بغداد يجيك جامعة أمريكية واللي يجيك جامعة ما أدري إيش وبي الجامعة أوكي مهارات إضافية يعني غير جامعة شهادتي شنو يا ما اي ها تعلقني يعني شنو يا مهارة السوفت شنو وير السوفت سكيلز اي شنو هي يلا قول لي سولف لي بديت هسه بديت تجي معي يلا قول لي شنو السوفت سكيلز مالك شنو هارد سكيلز ليش انا يعني حتى شايف
ما اعرف دكتور. اوكي، من بيكون يعرف؟ ممكن تكون مثلا سوشيال يعني سوشيال تقنع سكيلز يعني سبب. من قال لي ما اعرف انا مثلا راح اعينه؟ لا، راح من هالميتيا الله الناس اللي منتظره التعيين. دكتور اقدر احكي؟ هم راح يسوون يعني بريبير للفيوتشر، ما يصير الشيء يعني. سووا بريبير للفيوتشر، فكروا شلون راح دكتور يلقوا شغل بعد حظ. قول دكتور مثلا اجي انا اقول لك الهارد سكيلز مالتي انه انا متخرج من كليه من فلان كليه ومطلع الاول المركز الاول مثلا هذا مو هارد بالشهاده سكيلز، بالدرجات. هذا مو هارد سكيلز، ما ادري شلون لا دكتور؟ هذا مو هارد سكيلز. طبعا دكتور يعني هو عندكم اسايمنت على الاسبوع الجاي. هو اسايمنت مو ورقي قلم، ما راح اغلطكم، راح تسوي لكم دسكشن على هالموضوع، انتم تناقشوا بيناتكم تحكوا، لان هذا كلش مهم الموضوع. يعني دكتور انتم الهارد ما سكول تعرفون لازم تعرف لازم تكره صيدلانه شو تريد تسوي بالسكوت مان. ايه سؤال دكتور ممكن تكون يعني انه الهارد سكيلز هي الاشياء اللي يعني الانسان يقدر يتعلمها مثل اللغه او فد برمجيات او فد شيء، والسوفت سكيلز هي متعلقه بالاخلاق العامل او طريقه التعامل ويا البيشنتس. يمكن صحيح، يمكن ان تكون اقرب. بس هسه دا اقول هسه انا ابو شركه دا اقول شنو الهارد سكيلز مالك؟ لا اجاوبني. انه مثلا الاشياء اللي انت متعلمها او الاشياء اللي تميزك انت عن غيرك، يعني مثلا لغة، مثلا يعني مثلا برمجيات فتشي هيجي شيء، يعني أشياء أنت قادر أن تتعلمها، بس يعني السوفت سكيلز هي تكون طريقة تعاملك ويا البيشنت أو يعني باي. هسه اوكي دوروا بي انتم، خلي اعطيكم مثال على السوفت سكيلز والهارد سكيلز. هذا مثال ويزيد او يقل عن داخل السمبل، بس دوروا عليه وعندكم الاسبوع الجاي راح يصير دسكشن بسيط على هالموضوع. اوكي اوكي لكم هو مو واجب هوم ورك، انتم لكم انصحكم هسه راح اعطيكم موقع راح اسوي له بوست. يعني انتم دائما شوفوا الجوب انترفيو هسه موجود هو الموقع، سويت له بوست بالكلاس. اسوي له بوست هسه. اوكي راح انزله ضمن الانونسمنت. announcement and see. هسه عندكم نزلته هذني، دائما شوف مواقع الجوب اوبورتونيتيز والجوب العالميه، شوفوا الفارماسيست ايش راح يدورون عنده شغل، حتلاقون الشركات شو تدور عنده. مثال عليكم انتم هسه عندكم السوفت سكيلز، يعني مثلا هاو تو ديل وذ ذا كاستمر سيرفيس سكيلز، هاي تعتبر سوفت سكيلز. هل احنا نعلمك اياها بالكليه؟ احنا ما نعلمك، انت سكيلز انت تدور. فرق بين الاديشن الادوكيشن معادان، اتوقع انت ما طول عندك هالديجري، انت هذني البيسك تعرفهم. اوكي مثلا هاي ال 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 ال, ال بعد من السوفت سكيلز مثلا تقدر تقول انت سيلف موتيفيتد كرياتيفيتي، مو صحيح؟ انت واحد كرياتيف، انت سيلف موتيفيتد ايبل تو ورك وذ تيم work under a pressure عادي. طبعا انتوا ما تشتغلوها ابد، يعني work under انتوا كلش رهاوه، يعني فهاي طبعا صعبه تعد تشتغلون بها. انتوا متعلمين على رهاوه يعني من خلال تعليمكم. شنو الاسبوع نعطيكم قبل الامتحانات والامتحان كل واحد على يومه؟ تدرون الطلبه بامريكا اللي مثلكم يمتحن يجوز هسه الساعه 7 وامتحان الثاني ساعه بال 11 غير ماده، وهكذا ما عليه الجدول حسب المواد ينزل، ما عليه الطالب، الطالب هاي يسموه ورك اندر بريشر. انت وقت الامتحان المفروض انت تعرف كل شيء، هذا بس جاي تكتب بيه مو جاي تقرا.
هاي مثلا بعد اكو كوما سكولز، اكو كوما سوفت سكولز. مثلا تجي على الهارد سكولز بيز، مثلا تعرف لغات اخرى بالبلد اللي انت جاي تشتغل عليه، مثلا انت عايش هنا وتعرف انجليزي ده قوي، اوكي تعرف مثلا يعني كوميونيكيشن سكيل سايكولوجي ضمن السوفت، تعرف مثلا السوفت وير، تعرف مثلا تقول انا اعرف باوربوينت، انا اعرف اكسل، انا اعرف وورد، هاي ضمن هارد سكيلز الثانويه. عندكم اهم هارد سكيلز اللي راح تحتاجوها، مثلا تعرف بالدراج ثيوري الموجوده مثلا فد اذا اكو فد مواقع خاصه تخص الدراج او فد برامجيات خاصه، يعني اكو برامجيات اكو سوفت ويرات خاصه تخص الدراجز مثلا، او تخص الكيميكال دراوينج، او تخص الانالايزنج، او تخص اكو ذني برامجيات، اكو تولز، اكو كتات راح تشتغلون عليه بيها شغل جزء تحتاجوه، هذني كلها تعتبر شنو هارد سكيلز. يعني انا مثلا متدرب على هذا السوفت وير اللي يفيدني بالرسومات، مثلا هذا متدرب على السوفت وير اللي يفيدني بعض التحليلات، تدرب على السوفت وير يخليني ارسم الرسومات البيانيه او اقرا الرسومات البيانيه بشكل صحيح. هاي هي الهارد سكيلز. اوكي وضحت عندكم؟ فانتوا لهذا لازم تشوفون كل ماده تاخذوها، اذا بيها سوفت ويرات، اذا بيها امور تقدرون تتعلموها تعلموها ودوروها. عندك مثلا سيرتيفيكيت او في شيء طورت نفسك عن ال 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 عن النولج الفارماكولوجي والميديكال تيرمينولوجي وهالامور اخرى غير اللي انت ماخذها، مثلا من جهات هاي تقدر تضيفها تقول انا مثلا سيرتي وانا اعرف من هالجهه. فاهم شيء؟ لازم تركزون على السوفت ويرات اللي تاخذوها. لهذا شوفون هسه احنا بكل يوم راح تسوي ورش على السوفت ويرات برامجيه. حاليا انتم من الهارد سكيلز اللي راح تحتاجوه بالكم منشور باوربوينت راح تحتاجوه هواي، والاكسل راح تحتاجوه، الوورد راح تحتاجوه، الايميلز راح تحتاجوه لان اغلب شغلكم حيصير بالايميلز، اوكي اللي هو الاوتلوك، هاي كلها سكيلز. يعني في السوفت اللي بما يتعلق بالجانب النفسي والبدني والتعاملي والسوشيال ريليشن، والهارد هو بما يدخل بالجانب العلمي او الجانب التطبيقي اللي راح تتعلم غير المواد الدراسيه. وصلوها بينكم؟ فلهذا مايكروسوفت اكسل هو احد التولز اللي راح تحتاجها واللي راح تحتاج تتعلمها كنوع من الهارد سكيلز اللي عندك. اوكي هذا من لينك ثاني مال كم راح انزل لكم اياه لينك ثاني شنو معناته شوفوه انتم. هذا راح انزله ضمن البوستات. يعني هسه راح نجي نسولف على مايكروسوفت اكسل. الاكسل راح نحتاجه اذا انت دائما راح تتعامل ويا ديتا، وهاي الديتا مالك هي مهمه وبيها بيانات، وتريد انت البيانات هاي تسويها فيجوالي برزنتيشن، تريد تعرضها، تريد تسوي لها تراكنج للاكتيفيتي، تريد تسوي لها ابديت، فراح تحتاج الاكسل. الاكسل هو 2 دايمنشن داتا او 3 دايمنشن تريد تسوي، عباره عن رو اند كولومز. اتوقع فاتحين انتم شايفين قبل الهوم ورك مالكم الاسبوع الجاي هو تفتح الاكسل وتشوفه. طريقه فتح الاكسل خليني اسوي شير هسه للسكرين حتى اشوفكم طريقه فتح الاكسل. السكرين
كلها ساعدكم الكمبيوتر معليه صار له شير مو صحيح؟ كلها ساعدكم بدي اشوف الكمبيوتر معليه اللي تو معرضين كلكم به. الكلاس مالكم هذا هذا عيني عندكم الكلاس نفسه اتوقع بيكون الضمه ما الدائره عن اخر الاكسل نفس الترتيب اللي تاخذوه دائما كلاس منا هذا شوف نزلتكم به هنا هنا هم نزلتكم سوفت الهارد سكيلز وهذا همين يحكي عن السوفت سكيلز الموجوده وراح نزلكم به فيديوهات شغلات نفس الترتيب كان مرتب اوت توبكس كلاس بوليسي موجوده نحكيها وحكيناها سابقا وتعرفوا انتم البوليسي مالنا فما راح اضيع بها وقت الكوبي رايت الحضور شلون انتم تحضرون انتم اوكي يكون المكان مالكم كوايت بريبير للمكان ميوت الاوديو مالك تجي بالوقت المحدد عندك سؤال دوس الدقم مالك رايز يور هاند ما تحكي ويا اصدقائك خلال يعني من يعني بالشات واتش يور لانجوج بي ريسبكتفول وانتو ما شاء الله شباب حلوه مرتبه سمستر كامل ما شفت عليكم اي شيء ربي يحفظكم اللكتشرز والبوك موجوده عيني هذا البوك موجود تنزلوها من البروفايل الاكاديمي مالي والمحاضره وهذا السيلابس مالكم اللي راح نغطيه في السمستر راح نغطيه السمستر هذا الكتاب راح نعرف الاكسل هذني التوبكس اللي راح نغطيه حسب الاسابيع مالكم اللي اتوقع من عندكم انتم اوكي يعني حتلاقوا السيلابس اها سعرت واحد خطا هذا ما توقعون اكسل اي هذا لازم اشيله اكسل ورك شيت تعرفون ايش تسوون الكالكوليشن الموديفاي كلن هاي المفروض تعرفوها بنهايه السمستر هذا هو الكتاب راح نعرض هنا هذا الكتاب بيجني اكسل يجوز اكو كتاب ثاني هم راح اشرحه وياه اوكي من راح يصير صعب اعرف هذا من هذا احنا هو الاكسل وراح ناخذ شابتراته وراح نغطيه وراح ننزل كمان شابتر شابتر من الاسبوع الجاي فانت ليش تحتاج الاكسل؟ راح اعرض لكم فيديو من مايكروسوفت خلينا نشوف ليش تحتاج الاكسل Data is all around us. When we learn to read data, understand data, and get سؤال تسمعون طلاب؟ اي دكتور والفيديو معروض قدامكم؟ اي دكتور insights from data we can solve complex problems and answer tough questions while sometimes the answers to the problems we are trying to solve are hidden when we learn how to read data and interpret data we can spot patterns and this can help us get insights powerful tools like excel empower us to organize visualize and analyze data We can uncover insights and use them to make smart decisions. Using data helps us achieve amazing things. NASA makes strides in space exploration every day by relying on testing and using experimental data. Each piece of data might seem unimportant on its own, but together they make up the foundation of what drives us to the stars. Experience real NASA data with these free interactive activities to inspire our next generation of space explorers. And don't forget to engage in the activity to send your postcard to space, brought to you by our friends from Club for the Future. Join us in celebrating 20 years of humans living and working aboard the International Space Station. Celebrate your day of data today. وعين تحتاجون الاكسل تتعاملون ويا الداتا عندك داتا تحتاج الاكسل تتعامل وياه انت كصيدلان شلون راح تعكسها انت كصيدلان من نفس الشيء عندك داتا عندك ادويه عندك شغلات شلون يصير البيع مالك اكو دراج ينباع اكو دراج يتوقف اكو دراج يخسر عندك مبيعات اقل يصير عندك سرقه هاي عن طريق الاكسل يعني عندك بيانات راح تبين فراح تنعرض عندك
راح تقدر تاخذ ديزيجن، ديزيجن مالك راح يكون صحيح، لان انت الديزيجن مالك based on facts. الفاكتس معناتها الداتا، من اقول لك facts مصطلح facts معناتها الداتا. هذا من الفيديو الثاني شوفك شلون تحتاجون الاكسل. يعني ليش تحتاجون الاكسل؟ I think spreadsheets and data. But what if Excel could do the heavy lifting of gathering and organizing for you? From managing your health to tracking your stock portfolio, we wanted Excel to help you achieve your life's goals faster and easier like never before. And we made it happen with linked data types. These data types connect to trusted data on hundreds of topics, conveniently grouped and directly in the app. And only with data types does the information in a single cell come to life. Easily browse and add reliable data like never before. You can even use these in calculations. And while a blank workbook can be daunting, we've made getting started easier too, with smart templates. From tracking your health to helping with homework, these smart templates save you time, so you can focus on what matters. And because data types are connected to online sources, you can easily refresh the workbook to get updated data. Excel isn't just a two-dimensional spreadsheet anymore. With data types, it's a multi-dimensional tool, one that conveniently connects to real data, so you can dynamically track, compare, and organize data to help accomplish your everyday goals, whatever they may be. ده شلون طلاب أهمية الأكس الأكسل عندكم؟ وتحتاجه بحياتك، يعني مو لبس بصيدلان، تحتاجه بحياتك، تنظيم حياتك اليومية. عندك بيت وجاي ترمم أو جاي تبني أو جاي تسوي، كله بالأكسل. يعني أنت راح تحتاجه داخل في المشروع، جيد صرفت، جيد جاك وهذا الشهر، جيد هذا الشهر، هذا هل قد نقص من عندك، سوي تيبل. مو يعني أنت حياتك عبارة عن ديتا، شك شيء جاي تتعامل بيه مادي، يعتمد على وقت تايم شيت، الاوقات مالك، وين جاي تروح وين جاي تجي. اهم الداتا تقدر تنظم بها امورك، يعني هل قد نضيع في الوقت، هل قد يستغرق وقت، هل قد يستغرق هل قد احتاج عمارة، هل قد احتاج كلها. تقدر بدل ما تفكرها بدماغك وتدوخ، نزلها بالاكسل، راح يصير عندك فيجوالايز، فراح تتخذ قرار صحيح. واهم شيء تعدكم بالادويه اللي هي اذا اشتغلت مبيعات او عندك صيدليتك، بعد تعرف هذا الانباع، هذا الانشرة، هذا اللي راح، هذا مطلوب لفلان، هذا طلب من فلان، هذا دا ينباع، هذا ما جاي ينباع، هذا دا ينباع بهالمحافظه بس ما قاعد ينباع، حكيناها في ذاك السمستر، دا ينباع بالمحافظه الاخرى اكثر. انت شلون راح تعرف؟ عن طريق الديتا. اذا ما عندك ديتا انت راح تخمن. سديت اساس فاك، تقعد تسوي بيها برزنتيشن، تقول لا ترى هذا الشيء ده يشتغل هنا. يعني هسه اعرفك عن هسه اعطيك مثال، اذا تروح على النجف مثلا يسعدون في فولفو، تجي بغداد مع الناس على اساس فتعرف اذا عندك فولفو روح بيع، اقول لك هناك احسن لك، سوقها اكثر، اكو ناس محبين اكثر. نفس الشيء هاي عن طريق الفاكس، الحقائق اللي هي الديتا. شكو فاكس هي الداتا، اعيد هذا الشيء لان هذا راح تحتاجوه بحياتكم اذا سويتوا ريسيرش. اذا هاي بنقول مصطلح فاكتس معناته هي الداتا، حقائق منتهيه، احصائيات. يعني اتمنى يكون عندكم واضح ليش جايين تتعلمون انتم الاكسل. يبقى هسه الاكسل شلون راح الشغله؟ تجي عن طريق تقدر تسوي ريسيرش، تكتب شو انا بس كتبت الايد طلع عندي الاكسل، او اجي اكتب اكسل او القى الشورت كات مالي، نفس الاسلوب اللي استخدمناه بالوورد وبالباوربوينت. هذا السمستر راح يصير عندكم المد تقريبا نفس الاسلوب، ما هذا قبل تطبيقي. والله ما يعرف يفتح لي فايل، ما يعرف يسيف، وما يعرف الامور هاي كلها اللي هم نفسهم. نفس الشيء عندك تيمبلتس هوايه، تسوي كالندر، تسوي هوايه امور عندك تيمبلتس. تشوفون تيمبلت هواي امور، يعني بالبيرسونال، بالبزنس، شوف هذين كلها تيمبلتات للاكسل. او تقدر تسوي سيرش عن التيمبلت اللي انت تريده. يعني اوكي، فانت من راح يكون عندك ديتا اكيد راح تتعلم تشتغل وياهن
هسه هذا فتحنا كأنه مو تمبلت بلانك. الاكسل عبارة عن سيلز، هذين يسموها سيلز احنا نسميهن، اوكي، وهي عبارة عن كولونز اند رو وتقاطع بيناتهم. فشوف سيلز، والسيلز انت تشتغل عليهن، فاكيد راح تسوي عليه عمليات رياضية، حسوي عليه السورت، حسوي عليه السيرت، حسوي الموديفيكيشن، هاي كلها راح نتعلمها. هل هو الفايل؟ هذا فايل اكسل، هذا ملف فايل اكسل، اوكي. الفايل بشيتس، تقدر تضيف عدد الشيتات، يعني هذا شيت واحد، شيت اثنين، شيت ثلاثة، شيت اربعة، اوكي، وهكذا. يبقى انواع الفايل، الاكستنشن مال فايل الاكسل، الاكسل فايل الاكستنشن مال ستون، حسب السيف قلنا اول مرة بنسوي سيف، معطون انت من سميه، فراح يطلب انت من عندك سميه، اوكي. براوز مثلا راح اسميه بالديسكتوب، سبريدشيت. شوف الاكستنشن ماله شنو؟ اكس ال اس اكس، معناته اكسل. عندك اكثر، عندك ووركشيت تقدر اكس ال اس ام، هذا ماكرو، مايكرو انيبل اكسل، اذا يريد تشتغل عليه مايكرو، اللي هو اذا صار عندنا وقت وراح تاخذون مايكرو انيبل وراح تشتغلون مايكرو عليه. هذين كلهن، هذا الاكسل القديم، اذا عندك حاسبه بها اكسل قديم، اكس ال اس تحتاج السيف به، اذا حاسبتك بالاكسل يعني الحديث، اوكي، اكس ال اس اكس، هذا القديم 2003 4. عندك الـ CVC، فايلات الـ CVC همين يفتحها الأكسل وتقدر تخزن دوت الـ CVC، أوكي؟ فهذني هو الأكسل، وأكو الـ XLSX همين اللي هو الـ Separate Sheet مع الـ XML، هذا مع الـ XML تريه، نادراً ما راح تستخدمه، أنتوا راح تستخدمون هذا الـ XLS، XLSX، والـ XLS، XLX، XM، يجوز تحتاجوه همين. بالمعلوم، والCSV هم يعني يجوز مرات تجيك الداتا على شكل CSV، فتقدر تفتحها بالأكسل. فراح أخزنها أكسل، أوكي، سويت له سيف، هاي هسه صار عندي عندي ملف أكسل مخزون في حاسبتي. كل ساعة مثلا عندي بالبيت شغل ترميم، كله مسوي بالأكسل. ما أضيع عليه، هل قد صرفت، هل قد اجيت، هل قد عندي بادجت، هل قد هل قد، بدل ما دفتر سويته، دخل بيانات بينه، تختار السيلز وتكتب بيها اي شيء. فعني هسه انتم يعني هالمحاضره انتروداكشن عن الاكسل، وليش راح تحتاجوا الاكسل، وشنو الكونكشن ماله، غايه من عنده بالفيوتشر مالكم، هذا اللي اريدكم تفهموه اول شيء من هالمحاضره، وشلون الشغله، الشغله مثل الوورد، مثل الباوربوينت، مثل اي شيء يخص مايكروسوفت اسود، اوكي. المحاضره الجايه كلكم مطبقين، فاتحين فايل اكسل، ما عدكم تجون على المختبر، تفتحوا شوفوا شلونه، اشتغلوا عليه، خربطوا به هل هاي واسالوا، اوكي. المحاضره الجايه هذا المطلوب من عندكم، كونوا فاتحين فايل اكسل ومسوي له سيف از ومطبقيه باي مكان، بتعرفون جميع الطرق مال ايجاد الفايل، لانه المد مالكم ما اعرف شلون راح يصير. بس اللي ما راح يعرف يفتح فايل هذا الصفر، يعني 200 وتتوقع جربتوه اكو بيكم شافوا الصفر بالمد من ورا ما يعرف يفتح فايل، حتى العميد حاول يتدخل بوقته وبقيت الدرجه مثل ما هي، بيكم ناس اعترضوا، انا ترى لحدد الماده، اوكي، وانا لحدد الدرجه، افهموا هذا الشيء، يكون لكم واضح بيز اون علميتك مو بيز اون شيء شخصي. فانتبهوا على هالموضوع وحاولوا تطبقون، عندكم الاسبوع كامل هذا، حاولوا بس تفتحون، اضافه بانه مطلوب عندكم تفهمون الهارد سكيلز والسوفت سكيلز اللي تحتاجها انت كصيدلاني، راح نناقشها من بالمحاضره الجايه كنقاش، يعني هذا شيء مهم حتى كل ماده تاخذها تفهم انت ليش ماخذها، ايش تحتاج تطور نفسك بيها
حتى تلاقي شغل، تلاقي شغل احسن. فكر انت تريد، انا اريد اخلص، اوكي ما اريد ابقى، اريد اروح على اشتغل في الشركه بغير الدوله، شنو لازم عندك سكيلز؟ تجي تقول لي ما اعرف، بس صيدلاني الحين نفسك ترى يجوز خريج اوكسفورد، خاف ما ادري، وخريج ميشيغان ستيت، وخريج الام اي تي، وخريج هارفارد، وخريج من كوما، جامعتك عالميه الحين نفسك، ليش حياخذك في شركه عالميه؟ ايش تعرف انت يعني؟ شلون تقنع انه انت زين؟ فكروا بهالمواضيع هاي، حاولوا تسووا لها تطوير. لان يعني الغايه من دراستكم هاي مو بس تاخذ شهاده، الغايه تاخذ شهاده وتعرف تشتغل بيها بالشكل الصحيح. اوكي طلاب، اللي عنده سؤال خليه يسال، اللي ما عنده سؤال يو كان ليف. ثانك يو فور يور تايم. ما عندكم حضور هالاسبوع، هاي هديه من عندكم، كلكم حاضرين. ما حد ما عنده سؤال؟ واضح كل شيء بالنسبه لكم؟ ما حد ما عنده استفسار؟ Okay guys, nice to